فودافون من أفضل شركات الاتصال في تركيا. أسعارها يعني مميز فيها أن الأسعار ثابتة ومسعرة مسبقاً. حنا أكثر ما نشحن دائم بعد كل أسبوع أو 8 أيام نشحن تقريباً 6 جيجا، وطبعاً هم هنا على القمار الصناعي 6 جيجا تقريباً 41 ليرة، أسعار ثابتة. غير لما تشتري الكرت جديد، الكرت سعره 150 ولازم يكون الجواز يعني معاك حتى تدخل الشريحة جديدة. الفرق بينها وبين تركسل أن تركسل فروعها في كل مكان، لكن أسعارها غير ثابتة وتعاملهم جداً في الحضيض، يعني تعاملهم سيء للغاية، ويلعبون بالأسعار. لما يشوفونك عربي يعني عربستان أو من الجزيرة العربية يلعبون بالأسعار. وغير كذا لما تجيهم في نهاية النهار الساعة 5 أو الساعة العصر تقريبا أو الساعة 4، لو تبي كرت جديد يمكن ما تلقى، انتهت الكروت قضت. أو إذا تريد شحن بعد انترنت شحن انت معك كرت فتجدها انتهى الشحن. تعاملهم سيء، لكن فروعها كثيرة كل محل، يعني بكل نافذ بكل طريق موجودة. أما فودافون فروعها يعني مهيب كثيرة في الأسواق والمولات، لكن تعاملهم جدا ممتاز وأسعارهم ثابتة ومعروفة ودائم موجود عندهم من يتحدث العربية. يعني سبحان الله شتان بين تركسل وفودافون من وجهة نظري طبعا.